السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم موضوعنا حل انخفاض المعدة، بمعنى إذا كانت المعدة انخفضت عن المستوى المطلوب، الحل في أقل التكاليف هو بناء بلوكة واحدة، أو إذا كنت بعشرين سنتي تبني بلوكة واحدة، إذا كنت بأربعين تبني بلوكتين، دار ما دار على جميع المعدة حتى المداخل، مداخل العمارة، حتى مداخل دورة المياه، مداخل الغرف. فهذا تكون البلوكتين أو البلوكة هذه تعتبر معدة، ثم عاد تطلع بالبلوك العدد المطلوب 13-14 على حسب التكييف المركزي أو غيره. هذا تكلم عن أقل التكاليف، أما بالتكاليف العالية فهو تخشيب المعدة ثم تحديدها ثم صبها مرة ثانية. هذا الحل في انخفاض المعدة. طبعا هذا انا جبت لكم الان بلكتين حتى اشرح لكم. هذا المعدة، هذا البيد الاساس، وهذه البلوك الاولى. اذا كنت تريد 20 سم تكتفي بهذه، اذا كنت تريد 40 فتكتفي بهذه البلوك الثانيه، ويكون الدخول الابواب يصير من فوق هذه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.